معنا إعلان غير مدفوع الأجر. يعلن حزب الشباب للبناء والتغيير عن إجراء دورات تخصصية في كتابة التقارير المخابراتية. الحياة عم تتطور، كل شيء عم يتغير. ليش يعني حتى ما ساعد هالمهنة السورية على الانتشار والتداول؟ خصوصاً أنه بالآونة الأخيرة صار كل من هب ودب جعباله يكتب تقرير. واليوم اللي خلاني قلت لكم أطلع موضوع التقارير الأمنية تبع الشباب، هن مفكرين ما بتصلني بصراحة. يعني بكل فرع من أفرعهم كمان عنا حدا يجيب لنا التقارير. أنا ليش حكيت قصة التقارير؟ يعني بصراحة شيء مشمئز، وأنا مو سألة على التقارير الأمنية ولا رح رد على التقارير الأمنية، ولا رح كون أنا مستنية ليقيموا أدائي الوطني. أنا رأيي تلفوا هذا التقرير سندويش فلافل، يعني أحسن ما أنه يعني مبين أنه قدي أنتوا مثلا ناس فهمانين وجهابزة، حتى بطريقة كتابة التقارير ما بتعرفوا ما بتتقنوا. يا شباب، مين كاتب تقرير ببروين؟ هن مفكرين ما بتصلني. هيك مفكرين؟ لك ليش هيك هزين بدنا؟ ليش؟ على شوي كنا رح نخسرك لك بروين بسبب هيك تقرير طايش من رفيق غر بالصنعة. غر مشمئز. كان بدهم هيك يحرمونا. شوفتي، مو سألة على التقارير الأمنية. واضح حبيبتي، واضح فعلاً. العمل المخابراتي تبهدل، صار مين من كان بقى بده يكتب تقرير؟ وين أيام الزمن الجميل؟ أيام ما كان كل مخبر عارف تخصصه بالتقارير، لما كانت هيك التقارير تبلش من القاعدة حتى القمة. يعني أنت بتكتب تقرير بأخوك، بمرتك، بعديلك، بجارك، أما هب هيك تنط تكتب تقرير برئيس عام حزب وطني ومرخص، كبيرة والله كبيرة. الأفضل كل واحد يلتزم مكانه ويشتغل شغله، كل واحد بيشتغل بتخصصه، ومزاودات لحدا يزاود بتخصصه. نعم يا بروين، كل واحد يضل بتخصصه. المخبر مخبر، وأمين عام الحزب أمين عام حزب. أنا أمين عام حزب. والله مو ناقص غير بقى يشحطوكي من فرع لفرع لأنه عم تحكي رأيك بالفساد وبمحافظ دمشق. نسيلي هلأ هدول الرفاق جماعة التقارير، خلينا باختصاصك. أنت سائرة، سائرة ومناضلة، أكيد في شيء هيك زعجك وخلاكي تعملي لايف جديد، مو؟ بعد هاللايف أنا متأكدة بكرة الدولار رح يوصل يعني أكتر ل690 إذا ما وصل ل700، لأنه الشباب عنا بيشتغلوا بالعند. بتحكي على واحد بالسيء بحطوه بمنصب، بتحكي على الدولار بيرفعوا السعر. يعني هن مفكرين هي سياسة العند إنه نحنا هيك بدنا نتعامل. لك والله وما كذبوا خبر. لك بروين ما كذبوا خبر، هاي صار الدولار ب700 بعد اللايف تبعك. الجماعة عم يجاكروكي مجاكرة. هلأ الآن بروين حكيت رفعتوا الدولار بالبلد، يعني كل واحد جاب سيرة الدولار. بدكم ترفعوا الدولار بالبلد يا كتيبة التقارير؟ أنتوا بتحرموا الواحد بقى يحكي شيء لمصلحة البلد. يعني معجزة أن سعر الصرف كان بالخمسينات أو بأواخر الأربعينات قبل الحرب، وبعد 9 سنوات ما زال في حيطان 600 أو ما حولها، أقل أو أكثر حسب يعني التحرك والتذبذب. هذا غير منطقي، كان المفترض أن تنهار الليرة بشكل مطلق في نهاية عام 2012. شو سيادتك؟ والله ما عاد لحقنا لك مقابلات. تحب نخصص لك فقرة مثل سوزان نجم الدين؟ شباب، الحلقة الجاي كمان فقرة لسيادته، نلحق له. سيد الرئيس قبل أسبوع حكى عن الدولار، كان الدولار ب600 هوب صار ب700 بالعند. طبعاً بالعند، عم يشتغلوا هدول بالعند. بس يعني سيد الرئيس، كل هاد وما انهارت الليرة؟ يعني كلمة انهارت بقاموسك قديش مثلاً؟ بدك الدولار يصير ب1000 ب2000؟ يعني بتحب نطبع لك ورقة جديدة عليها صورة حافظ جونيور ام 10,000 ليرة لحتى تصدق انه الليرة انهارت؟ لك كيف ما انهارت الليرة سيادتك؟ كيف ما انهارت؟ لك صارت ب700. طيب حضرتك اتدخلت لتوقف هالانهيار؟ عملت لك شي شغلة؟ الآن هل تستطيع الدولة ان تتدخل؟ تستطيع، ولكن بما ان الواردات قليلة وبما أن الاحتياجات كبيرة لا يعني بأنه لا يوجد واردات. يوجد واردات، ولكن هذه الواردات ليست كما كانت قبل، هذا بديهي. فأين هي الأولويات؟ استهلاك السلاح والذخيرة وهو الأولوية الأولى. أحياناً نضطر لضغط في مجال لكي نوفر سلاح. طبعاً الأولوية للسلاح. ما كان في مجنون بيصرف الميزانية على القمح، على المحروقات، على حليب الأطفال، على الصحة؟ طبعاً لا، معك قرشين بالبنك المركزي تشتري فيهم قذائف وزخائر. بعدين كل العالم بيشهد انكم ما بعزقتوا المصاري ولا اشتريتوا سلاح غالي للفشخره. تجربه البراميل المتفجره اكبر برهان. جبتوا الاظان الخربان حطيتوا فيه شويه ديناميت شلفتوه على الحاره، وهيك لا ضل حجر ولا بشر وانتصرتوا على الارهاب. احد العوامل الذي لا يعرفه الناس بان تحرير منطقه ليس بالضروره ان يخدم الليره،
تحرير منطقة قد يلغي الدولار الذي كان يأتي لصالح الإرهابيين والذي كانوا يصرفونه لشراء بضائع من جانب أو لضخه من جانب آخر، وكنا أحد أدوات الدولة هي الاستفادة من هذا الدولار. لك كله منك يا مواطن، كله منك. ضليت تقول خلونا نتحرر من الإرهاب لحتى نزلت الليرة بسببك. ها بسببك نزلت الليرة أخي المواطن. تعال أشرح لك النظرية الاقتصادية تبع السيد الرئيس. ركز معي. الإرهاب أهم مورد في سوريا الأسد. الدولارات بالك من وين منجيبها؟ منجيبها من الإرهاب. شو منعمل بالدولارات؟ نشتري فيهم سلاح، لأنه سلاح أولوية. السلاح شو؟ أولوية. السلاح شو منعمل فيه؟ منحارب فيه الإرهاب، الإرهاب اللي بيعطينا الدولارات. وهكذا أخي المواطن، ودي قمة الإعجاز العلمي. بس يعني لازم نسأل خبير اقتصادي عن موضوع ارتفاع الدولار قدام الليرة. وقلة ثقة بالسيد الرئيس، أعوذ بالله. بس يعني هالنظرية الاقتصادية تبع السلاح والإرهاب والله ما كتير خاب طمشتي. يعني أنا اللي عم بقوله أنه هاي الحجة تبع الدولار مو بإيد الحكومة وبنى التحتية والإرهاب، أنا هاي يعني ماني محللة اقتصاديا، بس أنا عم أقول لا، في أموال كارثية موجودين بإيد رجال أعمال. هاي إذا دعموا الليرة رح ينزل الدولار، ورجال أعمال معروفين لك كلياتكم، يعني كلكن، بس المشكلة ما بتحسنوا تقولوا. أيوة جتك المحللة الاقتصادية بروين إبراهيم اللي ما بترحم. هلأ هي متواضعة، ما بتسمي حالة محللة، هي أمين عام حزب، بس بأوقات الفراغ يعني بتحلل الاقتصاد هيك مثلك. يعني عم تقلك لا تعمل لي إياها حجة، إنه هاي الحجة إرهاب وبنى تحتية وأولوية. الحرب خلصت وانتصرت فيها حسب قولتك أنت ومحبينك. بقى ما تعليقك سيد الرئيس على رأي المحلل الاقتصادية بروين بخصوص الفساد والتجار؟ لكن الحقيقة إذا عدت للنقاش حول موضوع الفساد الذي يدور الآن خاصة على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، يتحدث عن كل شيء ما عدا أساس الفساد. أساس الفساد لدينا هو القوانين. الخلل الأساسي بموضوع الفساد هو القوانين. فإذا قوانيننا أيضا ولو شبهناها بموضوع أيضا الخزان هي مثقوبة، بحاجة لسد الثقوب بقوانين جيدة. يا سيدي كل المشكلة، كل المشاكل بتجي من القوانين المثقوبة. يعني شلون هيك بتعملوا دولة من 50 سنة كل قوانينها مثقوبة وفاسدة، تجوا بقى بتورطوا هالسيد الرئيس المسكين بشار الأسد بانتخابات ديمقراطية حرة، تنتخبوه رئيس غصب عنه، بعدين هيك بتطالبوه يعمل إصلاح بالبلد؟ والله انتو شعب عاملين السبعة وزمتها بالقوانين. فعلا شعوب لا تطاق، لا تطاق يا أخي. تحملوا بقى، تحملوا نتيجة قوانينكم المثقوبة، خليها هيك تنقط عليكم الدنيا فساد وفشل اقتصادي. لا، وبتجوا بقى بتتهموا التجار والمسؤولين بالفساد، والمشكلة كلها من وين؟ من القانون. على أساس مرت عمي نعمت هي اللي حط القانون ومطبقته، ما؟ صحيح، لكن ليست حملة، لأن كلمة حملة تظهر وكأننا بدأنا الآن. يعني الحملة لها بداية ولها نهاية ومؤقتة. هذا كلام غير صحيح. يعني إما أننا كنا قابلين بالفساد وفجأة لم نعد نقبل به، أو أننا لم نكن نراه. لا، هو مرئي، والبداية عمرها الآن بشكل أساسي أكثر من 3 سنوات. أوف، 3 سنين؟ لك 3 سنين صار لك عم تحارب الفساد؟ أنا لما صفنت هالصفنة فكرتك بدك تقول 30 سنة، يعني من أيام القائد الخالد الله يطول بعمره عم تكافح الفساد. طلعوا بس 3 سنين؟ لك أنت الفساد عم ينخر فيك نخر سيادتك، من عيلتك المالكة لأصغر مسؤول بنظامك. افتح بس صور عقارات حافظ مخلوف بروسيا ورامي مخلوف وولاد رامي مخلوف بدبي، تعرف وين راحت أموال الدولة؟ من يومين في تقرير على جلوبال ويتنس وعلى التايمز تبعت موسكو حاكين عن ثروة حافظ مخلوف يلي تهربت على موسكو، وانه مرته مقيمة هنيك من 2013. افتحوا شوف. تعي يا بروين، لك دخيلك تعي انقذيني، لك هدول ما بفهموا الا بالمشرمحي، تعي شيلي لك عني كتف. ليش اسمك لك مناضلة ومعارضة؟ اللي انا حابة اقوله يعني، والافضل انه يساووا مشاورات او اجتماعات لا يفهموا ليش الشعب ساكت، لا يفهموا انه هذا الاحتقان شو بيولد. حكومة عم تسيء للشعب وعم تحاول انه تقود الشعب لا ينزل على الشارع، عم تحاول تقود الشعب لا شيء لا يحمد عقباه. نحن عم نشوف شو عم بيصير يعني بالدول الاخرى. هل الحكومة هي عم تشتغل لهذا الموضوع؟ بروين السائرة المناضلة عم تقول لك حاج بقى تلف وتدور، إذا ضل الدولار عم يطلع بدها تنزل بقى تعمل لك إياها ثورة. وين فكر حالك أنت عايش؟ لك مالك شايف لبنان والعراق شو عم يصير فيهم؟ نحن يا جماعة
ببرنامج نور خانم ممثلتنا بالثورة السورية من يوم وطالع بروين إبراهيم. اضربي لك بروين اضربي ولا ترحمي. بالنسبة لنا نحن ما عندنا سقف لحدا، كل واحد بيشتغل بتخصصه ومزاودات لحدا يزاود. لك ايه قوي قلبك، احنا معك. أيقونة الثورة السورية بالداخل مروين إبراهيم.